السلام عليكم ورحمة الله. بالفيديو هنشوف فرح بوسي المطربة بوسي ولحظة طرد والدها. سبحان الله، لسه بنتكلم في جنازة الفنان الكبير سمير صبري، ومن بعدها كمان ابنه اللي مجاش ولا حضر عزاء. اليوم بنشوف برضو مشكلة في الأبناء وهي الفنانة بوسي ولحظات طرد والدها اللي قال لها أنا جاي لابس بدلة علشان أشرفك، وزواجها النهاردة للمرة التانية من رجل الأعمال ربيع ياسين. هو طبعا مصفف شعر معروف وبيشتغل دايما مع الممثلات والفنانين، وكمان لسه مطلق زوجته من فترة قريبة، وبعد كده اتعرف على المطربة بوسي واتجوزوا النهاردة، وجوازهم كان مفاجأة للجميع لأن لم يتم الإعلان عن أي تفاصيل غير النهاردة. محدش قال لي بجوازها وما عنديش أي علم وما عزمتنيش، لا أنا ولا خالها ولا أخوها وملهاش أهل تاني علشان يحضروا. طيب هي ليه مش عزمتنا؟ أنا فرحان ليها وكان نفسي أروح وأبارك لها وأخدها في حضني وأقول لها ألف مبروك، لكن فعلا هو راح بس بدون عزومة. وكانت طبعا بوسي بتعمل فرحها النهاردة في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، ولكن كان في يعني علم لو والدها جه يتم طرده وما يدخلش أبدا يحضر معاها حفل الزفاف. تجمع عدد كبير جدا من الفنانين، والدها بكى بحرقة وبكى بكاء شديد جدا جدا. قال أنا علي 17 ألف، كل المشكلة إنها مش عايزة تسددهم عني وأنا مش طمعان في فلوسها ولا حاجة. الفنانة بوسي قالت قبل كده في كذا برنامج أنا أبويا مات ومحدش يجيب لي سيرته تاني، وهي فعلا قاسية جدا عليه مهما كان عمل أو بيعمل، فهو في النهاية والدها. كمان لسه بنتكلم عن موضوع الفنان سمير صبري وإن ابنه مجاش يحضر جنازته ولا عزاه، ولكن هيجي عشان يطالب بالميراث. هو ده الواقع بتاع الوسط الفني، كل واحد بيدور على نفسه فقط لا غير. زي ما بيقول المعظم انه وسط عفن ما الا من رحم ربي. احتفلت اليوم بوسي زي ما قلت لحضراتكم بجوازها، وده للمرة التانية هي عندها ابن وبدون وجود اي احد من اهلها، ومحبتش تعلن قبل كده عن الزفاف او عن المكان اللي هيتم فيه الفرح عشان محدش منهم يحضر او يروح، لانها مش حابة خالص خالص تحتك باي حد فيهم. ولكن ايضا والد المطربة بوسي عارفين الخلافات الكتير، ولكن هو برضو فرح لبنته وراح لحد الفندق علشان يبارك ليها، وعايز يقول لها ان هو فرحان من قلبه ليها وما بقاش طالب منها حاجة، بالعكس انها تكون في عصمة راجل فده سترة ليها، عشان كده فرح وبارك ليها وتم طرده بالفعل. وبوسي قالت انا ابويا مات ما تتدخلهوش جوه، تم طرده من حفل زفاف بنته، متخيلين؟ عموما ربنا يسترها علينا وعلى اللي جاي. هو قال بنات الأربعة محدش بيسأل عليا، برنامج واحد مع الناس، واحد من الناس هو اللي تكفل بعلاجه لما عمل عملية في عينيه. ألف مبروك لبوسي وربنا يشفي والدها. ورأيكم مهم جدا في التعليقات. بشكركم جدا. سلام عليكم.